قصتنا عن ليلى البنت الجميلة اللي عاشت ماضي أليم وغامض، وعلشان كده بتضطر تعيش مع عماد الرجل المصاب بالتخلف العقلي، الأمر اللي خلاهم هما الاتنين يرتكبوا سلسلة من الجرائم العنيفة اللي بتحصل كل يوم جمعة. فإيه هي الحكاية وليه كل ده وإيه اللي وصلهم يبقوا قتلة؟ ده اللي هنعرفه في الملخص الكامل لمسلسل الجريمة والرعب النفسي والغموض في كل أسبوع يوم جمعة، فخليكم مع دانافليكس للنهاية علشان تعرفوا التفاصيل المريبة والمشوقة للحكاية. بيبدأ مسلسل يوم الجمعة في حارة في حي بولاق مع أسرة مصرية مكونة من 5 أفراد، لكنهم النهاردة بيودعوا فرد منهم وهي بنتهم الكبيرة نور اللي ماتت منتحر، وبتكون كل الأسرة في حالة حزن شديدة على نور. وبعد ما بيتم تغسيلها وتكفينها بياخدها أخوها عبد الرحمن ووالدها رياض للمسجد، وده علشان تتم صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الجمعة. لكن فجأة بيقوم شاب من أبناء الحارة اسمه أتاكا وبيستهزئ من جرأة الأسرة إنهم عايزين الحارة تصلي على بنتهم بعد اللي هي عملته. وفعلا بعد كلامه ده بيخرج كل الناس من المسجد ومحدش بيوافق يصلي عليها، وبعد الصلاة بيروحوا أهلها يدفنوها ومش بيكون حاضر الجنازة غير رياض والدها وعبد الرحمن أخوها ووالدتها وروضة أختها وعلا صديقة روضة اللي بتكون الوحيدة من بره العيلة اللي وافقت تحضر جنازة نور. وفي مكان تاني في فيلا في حتة معزولة بيكون محمود السواق اللي بيبقى جار عيلة نور معاه الكفن بالجثة الأصلية، وهنا بنعرف إن الجثة اللي اتدفنت مش جثة نور، وده لأن نور لسه عايشة، وبيكونوا أهلها باعوها لمؤسسة جمعية خيرية اسمها مدام سوسن، وبيكون الوسيط بمعرفة أهل نور بمدام سوسن هو محمود. وأول حاجة بتعملها نور لما بتدخل الفيلا هي إنها بتصبغ شعرها وبتغير شكلها، وده لأن نور بالنسبة للناس ماتت وإن الموجودة دلوقتي هي ليلى، واللي طبعا عملت لها مدام سوسن شهادة ميلاد جديدة بشخصية جديدة خالص. وأما نور فبتقعد تعيط بسبب الأحداث الغريبة اللي بتحصل معاها وحياتها اللي اتدمرت تماما، وبعدها بتخرج تكلم مدام سوسن اللي بتعرفها بموضوع شهادة ميلادها الجديدة، وبتقول لها إن من النهاردة اسمها بقى ليلى، وبكون مكتوب في طاقتها انها متزوجة من عماد، وبتفهمها سوسن ان عماد ده بيكون ابنها وانه مريض بالتوحد وفرط الحركة، وبتقول لها انها تقدر تروضه ويبقى التعامل معاه سهل، وان زواجها من عماد هيكون صوري بس، وده بس علشان تقدر تفضل معاه وتهتم بيه بعيد عن عيون الناس، لان عائلة مدام سوسن عائلة معروفة وده بيخليها تبعد ابنها المتوحد عن الانظار. بعدها بتاخدها سوسن على اوضة عماد اللي اول ما بيشوف الباب بيتفتح بيقوم يتنطط من الفرحة، وده لانه مسموح ليه يوم الجمعة بس يخرج للجنينة. فبتتصدم ليلى من حالة عماد اللي أصعب مما تتخيل، فبتعرف أمه على ليلى لكنه بيكون مش مركز معاها خالص، وبيسحب ليلى وبيجري على الجنين علشان يوريها من حتات الخشب بتاعته، وبتجي سوسن علشان تعرفها مواعيد دواء ونوم عماد، وبتفهمها ازاي تقدر تتعامل معاه، وتعرفها ان مصروف الشهر موجود في شنطتها، وبتقول لها ان حسن البواب عارف بوضع عماد وعلشان كده يقدر يساعدها في اي حاجه وتقدر تطلب منه طلبات البيت، وبتقول لها انه بيسافر يوم الجمعه ويرجع السبت، وبتحذرها ان اليوم ده لازم باب البيت يكون مقفول، وبتقول لها انها تبقى تعدي عليها مره تانية، وبعدها بتسيب ليلى لوحدها مع عماد وتمشي. فبتدخل ليلى تتعرف على الفيلا وبتلاحظ كاميرات في كل مكان، وبتعرف ان سوسن بتراقبها علشان تطمن على ابنها. بعدها بتنزل البدروم وبتشوف هدوم لبنت موجوده فيه، وبتستنتج ان كان في بنت هنا قبلها. بعدها بتطلع تاخد عماد من الجنينه وبتحضر له الغداء، وبتكون لسه مش قادره تتعود على عماد، لكنها في نفس الوقت بتاخد حذرها في التعامل لانها بتكون عارفه انها متراقبه. واما سوسن فبتكون اخيرا ارتاحت بعد ما رمت مسؤوليه ابنها على شخص غيرها، على عكس جابر زوجها اللي بيكون متوتر وخايف على ابنه، ده كمان برغم ان سوسن كتبت عليه ومفهماه ان هي اللي مربيه ليلى من 5 سنين في الجمعيه الخيريه. وبنرجع لليلى اللي بتقول لعماد ان ده بقى وقت النوم ولازم ينام، لكن فجاه عماد بيرفض ويفضل يضرب نفسه، وساعتها ليلى بتخاف وبتطلع تجري على حسان علشان يساعدها، وهنا بيعرفها حسان ان عماد مش بينام الا بالعلاج، فبتدوب له العلاج في العصير وبعد فتره بينام على الارض. وبتقفل ليلى عليه بالمفتاح وبتطلع تنام في الجنينه، لكنها ومع شروق الشمس بتصحى على صوت خبط في البيت، وبتطلع تجري تطمن على عماد، وزي ما توقعت بتلاقيه جارح نفسه، وعلى ما بتعالج له جرحه بتلاقي جابر وسوسن وصلوا بعد ما شافوا اللي حصل لابنهم في الكاميرات، فبيزعق لها جابر لانها اهملت ابنه وما طلعتهوش الاوضه، لكن سوسن بتهديه وبتطلع ليلى اوضتها وبتطلع وراها علشان تراضيها. ووقتها بتسالها ليلى لو كان موجود بنت قبلها، فبتقول لها سوسن انها كانت ممرضه لكنها سابت الشغل، وهنا بتسالها ليلى لو كانت تقدر تتصل تطمن على والدتها، لكن سوسن بتتجاهل السؤال وبتلمح لها ان عماد محتاج يستحم. وبالليل بتحس ليلى انها مش قادره تكمل في الحياه اللي عايشه فيها دي، وعلشان كده بتهرب من على السور وبتجري على الشارع الرئيسي، وبتاخد اول تاكسي قدامها وتملي عنوان بيتها، لكن ولما بتوصل وعلى اخر لحظه بتفكر ايه ممكن يحصل لو رجعت لاهلها وهل ممكن يتقبلوها ولا لا، ولما بترد على نفسها بالاجابه وان مستحيل اهلها يقبلوها مره ثانيه، بترجع على الفيلا لعماد واللي بيكون قاعد مستنيها وهو مرعوب، لكنها بتطمنه انها مش هتسيبه مره ثانيه. في الوقت ده بيكون
محمود عند عيلة ليلى وبيديهم عقد الشقة اللي اشترتها ليهم سوسن بعد ما اشترت بنتهم منهم. ولما بتدخل روضة بيتوتر الكل ومحمود بيستأذن ويمشي، فبتستغرب روضة من وجوده لأن ما كانش في حد من أهلها بيحبه أساسا، خاصة لأنه معروف عنه إنه بيتاجر في البشر ويبيعهم للناس الأغنياء. لكن والدها بيزعق لها ويقول لها إنه هو بس بيساعدهم علشان ينقلوا اسكندرية بدل الحارة اللي اتفضحوا بيها بسبب أختها. ولما بتعترض روضة علشان كليتها بيقول لها يبقى تيجي على الامتحانات مش أكتر. أما وعندي ليلى في الفيلا، فبتيجي سوسن علشان تزورها، وهنا بتطلب منها ليلى إنها تدخل إنترنت للبيت، وده علشان تتابع رأي الدكاترة عن حالة عماد، وكمان علشان تسلي نفسها بدل الملل اللي بتحس بيه وحدها. فبتوافق سوسن وبتعرفها إنها شافتها وهي بتهرب من الكاميرات، وبتقول لها إن الهروب لو كان حل فهي بنفسها هتاخدها من إيدها وترجعها لأهلها، وده طبعا لأن سوسن واثقة إن ليلى مش هتقدر خالص إنها ترجع لأهلها مرة تانية. وأما ليلى فبتبدأ تتشغل بالنت وتتصفح عليه، وتاني يوم بيجي السباك علشان يصلح مشاكل في الفيلا، وبتصدم ليلى لما بتشوفه وبيطلع أوتاكا جارها في الحارة، فبتتوتر وتقوم تدخل الفيلا، ولكن طبعا أوتاكا بيكون شك فيها وواثق تقريبا إنها نور، وبرغم إن حسن كمان كان بينادي عليها بليلى، لكن أوتاكا كان الشك واكل قلبه وفضل يحوم حوالين الفيلا علشان يلمحها ويشوفها مرة تانية، لكن ليلى بتستخبى منه. وبتفتكر ليلى هنا يوم خطوبة أختها روضة على دكتورها في الجامعة، لما أوتاكا عرض عليها إنه يسيب شغل السباكة ويفتح محل أجهزة إلكترونية وهي تشاركه بالمجهود، وقتها هي رفضت، وده لأنها عارفة محاولاته في التقرب منها. ونرجع مع ليلى اللي بتصحى من ذكرياتها القديمة، وبنروح لروضة اللي بتتكلم مع دكتور ليها في الجامعة وبتطلب منه يساعدها تنقل أوراقها لإسكندرية، لكنها بتتفاجئ إن الدكتور بيتحرش بيها، فبتاخد رد فعل وبتضربه بالقلم. لكن وأول ما باب بالمكتب يتفتح بيقلب الترابيزة عليها ويقول لها إزاي تتهجم عليه بالشكل ده ويعايرها بأخلاق أختها، وده بيأكد لروضة إنها لازم تسيب المكان وإنها بالفعل مبقاش ليها مكان هنا. وفعلا بتتنقل مع أهلها لإسكندرية، لكنها في يوم بتشوف وصل كهرباء باسم محمود، ولما بتسأل والدتها بتقول لها إن محمود هو اللي بيدفع لهم الإيجار لأنه مش معاهم يدفعوها أصلا. فبتقرر روضة إنها تشتغل وتنزل تقابل علا صاحبتها اللي جابت ليها شغل، وبتعرفها إن في 5 بنات قدموا شكوى في دكتور الجامعة اللي تحرش بيها ولنفس السبب، ولما بتشجعها علا تقدم شكوى هي كمان بترفض لأنها بتكون عارفة إن محدش هيصدقها بسبب أخلاق أختها. في الوقت ده بتكون سوسن قاعدة مع والدة ليلى في العربية اللي بتترجاها تقابل بنتها حتى لو مرة في الشهر، لكن سوسن بتقول لها إنها اتفقت معاها من الأول على كل الشروط، وبتقول لها إنهم يتقابلوا دي فيها خطورة على ليلى. ساعتها مش بتقدر والدتها إنها تتكلم، وبتعرفها سوسن إنها جابت لها شغل لعبد الرحمن برا مصر. أما وعند ليلى في الفيلا فبيجي شريف أخو عماد علشان يزوره، وبيبان إن عماد مبسوط جدا بالزيارة، وبتسأله ليلى عن البنت اللي كانت موجودة قبلها مع عماد، فبيسألها شريف لو كان قصدها على الضحية اللي كانت موجودة هنا قبلها. ساعتها بتترعب ليلى، لكن شريف بيضحك وبيبان إنه كان بيهزر علشان يخوفها، وبيقول لها إنه ما عندوش أي معلومات عن السبب اللي خلاها تمشي. ولما بيمشي شريف بيحاول عماد إنه يقرب من ليلى، لكن وقتها ليلى بتصده وبتتعصب عليه وبتقوله إنه لو عمل كده تاني هسيبه لوحده وتمشي. فبيخاف عماد وبيكون عايز يصالح ليلى، وعلشان كده بيروح الجنينة عشان يجيب لها تمثال من اللي بينحتهم. ساعتها بيكون أوتاكا قدر ينط من على السور ويدخل البيت، وأول ما بتشوفه ليلى بتترعب ويقول لها أوتاكا إنه متأكد إن هي نور، وبيقول لها كمان إنه لف وراها كتير وكان بس بيتمنى منها كلمة، وده لأنه كان معجب بيها، وبيقول لها إنه كان بيحبها وعلشان كده هيتزوجها. وأثناء ما كان بيتكلم مع ليلى اللي كانت مرعوبة منه بيجي عماد من ورا أوتاكا ويضربه على دماغه بالتمثال الخشبي أكتر من مرة لحد ما بيقع سايح في دم، وبيقعد يضحك عماد وبيكون شايف إن كده هو الأفضل لليلى. وأما ليلى فكانت في حالة صدمة شديدة ومش قادرة تستوعب اللي حصل، وأول حاجة بتعملها هي إنها تفصل كل الكاميرات علشان سوسن ما تشوفش اللي بيحصل، وبتسحب جثة أوتاكا على الحمام وهي بتفكر إزاي هتتصرف في المصيبة دي، لكنها بتلاقي عماد داخل الحمام وفي إيده فاس، وبيتعامل مع الجثة زي ما بيتعامل مع الخشب بالظبط وبيبدأ يقطع فيها بالفاس. فبتسيبه ليلى وبتخرج تنظف المطبخ وهي منهارة ومش مصدقة اللي بيحصل. بعدها بتدخل تنظف الحمام وبتنظف عماد كمان، وبتقوله إن اللي حصل بينهم لازم يكون سر وما ينفعش حد يعرفه. بعدها بتاخد جثة أوتاكا وتحطها في أكياس، وبتستغل إن اليوم جمعة وحسن مش موجود، وبتاخد العربية وتروح ترمي الجثة في أماكن متفرقة، وبترجع بعدها للفيلا مع شروق الشمس. بس أول ما بترجع بتلاقي سوسن قدامها وبتسألها كانت فين، فبتقول لها إنها كانت بتتمشى، وبتسألها إيه اللي حصل للكاميرات، فبتقول لها ليلى إنها مش عارفة. وطبعا سوسن مش بتكون مصدقة لأنها عارفة إن ليلى مهندسة اتصالات أصلا، لكن ليلى بتفضل تقنعها وتقول لها إن الكهرباء كانت قطعة واحتمال الكاميرات تكون فصلت وقتها. وبنرجع هنا فلاش باك لحياة ليلى لما كانت نور، وده لما كانت شغالة في شركة اتصالات كبيرة، وفي يوم بتقدر إنها تخترق النظام الأمني للشركة المنافسة، وده اللي بيخلي المديرة مبهورة بيها جدا، وبتتصل بالليل على نديم زوجها وبتشكره إنه جاب لها نور لأنها بالفعل أثبتت إنها مهندسة ممتازة. وهنا بيقول لها نديم زوجها إنه ما يعرفهاش شخصيا،
وإن حد زميلي هو اللي رشحها لي، لكن بنكتشف كذب نديم لما بنشوف نور قاعدة بتتعشى معاه، وده اللي بيخلي نور تحس بالذنب لأنها كل يوم بتقابل زوجة نديم في الشركة وتعاملها كويس، في حين إنها بتتعشى مع زوجها اللي عشمها بالزواج منه وبقى لهم فترة في علاقة مع بعض. ونرجع لنديم اللي بيقول لنور إن الوضع ده مش هيستمر كتير، وده لأنه هيطلق زوجته قريب ويتزوج من نور، وبيسألها عن رأيها في كتابه الجديد، وبتوعده نور إنها هتيجي حفلة التوقيع. وبنرجع لوقتنا الحالي، وليلى بتبحث عن الأخطاء اللي ممكن القاتل يقع فيها، وبتعرف إن الشرطة ممكن تحدد مكان الضحية من تليفونه، فبتجري تبحث عن تليفون أوتاكا في كل مكان ومش بتلاقيه، وبتخرج تنظف العربية، وبيجي عماد يسألها لو كانت زعلانة منه، فبتقول له إنها مش زعلانة، وبتاخده ويخرجوا سوا ويروحوا الملاهي ويقضوا وقت جميل مع بعض، وبيكون عماد مبسوط جدا لأنه لأول مرة من سنين يخرج ويتفسح. وهم راجعين بيقول لليلى إنه عايز يعمل اللي عمل يوم الجمعة اللي فات، وهنا كان قصده طبعا على أكل الأوتاكا، لكن ليلى بتزعق له وتقول له إنه ما ينفعش يجيب سيرة اللي حصل إطلاقا، وبيشوف عماد كلب في الشارع فبيصمم ياخده ويربيه معاه في الفيلا. في الوقت ده بنشوف رئيس نيابة اسمه كريم وهو واقف وبيراقب طليقته اللي اسمها جنى، وبيشوفها وهي خارجة مع بنتهم وعلاء صاحبه، وبيعرف إن في مشروع ارتباط ما بين علاء وجنى، وعلشان كده بيتعصب وبينزل يزعق لها ويقول لها إن على جثته ترتبط وهو موجود خاصة بصاحبه، وبياخد منها البنت ويقول لها إنها هتقعد معاه النهاردة، وبيوصل بنته لوالدته. بعدها بيجي له اتصال من النيابة ويعرفوه إنهم لقيوا أجزاء جثة في فيلا للاعب كرة سابق، فبيتحرك فورا لهناك، وبيعرف من اللاعب إن واحد من اللي شغالين عنده كان بيصطاد من النيل اللي قدامهم، وبيلاقي الكيس وفيه الجثة، وبيعرف كريم من الطب الشرعي إن الجثة بقى لها شهر في المية، وكمان بيعرفوا إنها جثة أوتاكا، وبيبلغوا أخته واللي كانت كل عائلته، وبيسألها عن أخوها وبتقول له إنه كان شخص كويس، وإنه حتى حالته المادية بدأت تتظبط في الفترة الأخيرة وكان ناوي يزوجها. وهنا بيقول لها كريم إن الشرطة لقيت عدة في شنطة شغله واللي كان فيها تليفونه كمان، وده معناه إنه كان بيسرق شقق وبيوت. وبعد ضغط من الضابط كريم بتعترف أخته إنه فعلا كان بيسرق، ولأن الجثة تم العثور عليها في فيلا لاعب مشهور بتتحول لقضية رأي عام، وبتشوف ليلى الأخبار وبتترعب، وده لأنها أصبحت قضية رأي عام وممكن الحقيقة ما تطولش علشان تتكشف. في اليوم ده بتيجي سوسن وجابر علشان يتغدوا معاهم، وبلاحظ جابر إن ليلى بتهتم بعماد بشكل كبير وإن فعلا حالته بدأت تتحسن بشكل ملحوظ، وده بيخليه يطمن لليلى ويثق فيها أكتر. وبتسأله ليلى وقت الغد عن القضية ولو كان اللاعب هو القاتل، فبيقول لها إن التحقيقات لسه شغالة وده لأن الجثة لسه ليها باقي. فبتسأله تاني لو هو اللي بيحقق في القضية، ويقول لها إن واحد من تلاميذه هو اللي بيحقق فيها واسمه كريم. في الوقت ده بيجي خبر لجابر إن ابنه شريف باع فيلا بتاعتهم، وده بيعصب جابر ويزعق لسوسن لأن هي اللي دايما مدلعاه. فبتستغل ليلى اللي بيحصل وبتاخد رقم كريم من تليفون جابر، ولما بتقول سوسن لليلى إن الصيانة هتيجي تركب الكاميرات مرة تانية بيرفض جابر، وبيقول لها إن الأولى الكاميرات تتركب لابنها الحرامي، أما هو فبقى يثق في ليلى. وبتدخل ليلى تبحث عن كريم لحد ما بتلاقي صفحته، وبتعرف مكان الجيم اللي بيروح فيه، وبتقرر إنها لازم تقرب منه علشان تبعد عنها الشبهة. وفعلا تاني يوم بتروح نفس الجيم وبتشوف كريم في كورس اليوجا وبتشترك فيه، وبعد التمرين بتقول ليلى إن خاتمها اتسرق، وبترفض أي حد يمشي غير لما تلاقي الخاتم، ولما بتشوف كريم ماشي بتنادي عليه وتزعق له وتقول له إن محدش هيتحرك غير لما الخاتم يظهر. وبعد دقايق بتيجي عاملة وتديها الخاتم اللي لقوه، وطبعا ده كله بيكون لعبة من ليلى علشان تقرب من كريم، اللي بعدها بتروح تتأسف له على طريقتها في الكلام معاه، وبتعجبها السجادة اللي معاه وبتسأله منين، وبتاخد تليفون وبترن لنفسها وبتقول له يبقى يبعت لها لوكيشن المحل على الواتس، وكل ده وكريم مستغرب جدا من جرأتها. في الوقت ده بتكون روضة جمعت مبلغ من شغلها، وبتروح الجمعية الخيرية تديه لمحمود، وبتقول له ان هم مش عايزين اي مساعدة منه اطلاقا، وان بعد كده هي اللي هتدفع الاجار بنفسها. وهناك بتشوف سوسن وبتشبه عليها وبتحس انها شافتها قبل كده، ولما بتسأل سوسن مش بترد عليها، وبياخدها محمود علشان تخرج من البيت بسرعة. ونروح لليلى اللي كلمت كريم على الواتس، ولانها محترفة هاكر بتقدر تحط هاكر في لينك السجادة اللي اختارتها، وبتبعتها لكريم علشان يقول لها رأيه، وفعلا بيفتح كريم اللينك وبتقدر ليلى انها تهكر تليفونه وكاميرته وتشوف كل اللي بيعمله، ووقتها بتكون في قمة سعادتها. وبنرجع هنا فلاش باك لحياة نور القديمة لما في يوم اختها روضة بتصحيها وتقول لها ان نديم مديرها بره. ساعتها بتستغرب ليلى وبتخاف، وبتطلع تلاقيه بيتكلم مع اهلها ويقول لها انه خلاص حل معاهم مشكلة تأخيرها في الشغل، وبيقول لها ان كمان لو الشغل احتاج سفر فهو اخذ موافقة والدها على السفر، وده لانها مهندسة مهمة في الشركة ما يقدرش يستغنوا عنها اطلاقا. واما نور فبتكون مش فاهمة اللي بيحصل وايه اللي بيقوله نديم، لكن وبعد ما بيتقابلوا بتكتشف انه عمل كده علشان تقدر تخرج معاه براحتها وعلشان تتأخر او حتى تبات بحجة الشغل، وبتكون مصدومة جدا ازاي يقدر يكذب بالاحترافية دي لدرجة ان اهلها اقتنعوا بكلامه بالسهولة دي. فبيقول لها نديم انه ممكن يعمل اي حاجة بس علشان يكون معاها. وبنرجع لليلى وهي قاعدة في الجنينة وبتسمع اللي بيدور مع كريم، وبتعرف انهم لقيوا باقي
الجثة في مكان تاني، وبيقول واحد من الضباط ان احتمال كبير يكون مات في خناقة، وبيقول انهم هيعرضوا باقي الجثة على الطب الشرعي لان احتمال يكون في اي بصمات، لكن كريم بيكون مستبعدها خالص، وده لان الجثة فضلت في المية لاكتر من شهر. وطبعا الكلام كان كفيل ان ليلى ترجع تترعب من تاني. وبعدها بيتصل بيها كريم وبيسألها اشترت السجادة ولا لا، وبتقول انها لسه مشترتهاش، فبيعرض عليها انهم ينزلوا يشتروها سوا، وبتوافق ليلى. وبينزلوا سوا ويروحوا الجيم، وهناك بتسأله ليلى عن القضية ويقول لها ان لسه التحقيقات شغالة. ولما بتسأله لو كان اللاعب هو اللي قتله بينفي كريم لان باقي الجثة كان في مكان مختلف. ولما بيسألها عن الكلب بتاعها بتتصدم ليلى وبتقول له عارف منين ان عندها كلب، وبرد عليها كريم ويقول لها ان كان في شاب معاها كمان. ساعتها اعصاب ليلى بتسيب وبتحس انها في كارثة، ولما بيشوف كريم حالتها بيضحك ويقول لها انه كان بيفرغ الكاميرات اللي على الطريق علشان القضية، وشافها هي والكلب ومعاها شاب كمان. فبتكتب ليلى وتقول انه يبقى اخوها وده كلبه، وبتستأذن منه وتمشي بعد ما بتكون اعصابها انهارت خالص. اما وعند سوسن فبيكون جابر بيزعق مع شريف ابنه وبيقول له يكتب له شيك بفلوس الفيلا اللي باعها، لكن شريف بيرفض ويسيبهم ويمشي، وبيقول لها انها دايما كانت بتتصرف غلط مع اولادها، خاصه مع عماد اللي كانت بتنكر اصلا وجوده وانها خلفته من الاساس. ساعتها بتتعصب سوسن وتقول له ان هي اللي كانت شايله هم اولادها من سنين، وبتقول له ان هي اللي ربتهم، وده لانه ما كانش فاضي ساعه واحده بس يقعد فيها مع اولاده، وان حتى عماد ما بقاش مرتاح غير لما هي اتدخلت وتصرفت، وبتفكره بتصرفه لما قرر يزوج عماد الممرضه واللي حصل وقتها. ساعتها ما بيقدرش جابر انه يتكلم خالص، وبتسيب سوسن بعدها البيت وبتروح تقعد مع ليلى وعماد في الفيلا، وبتسالها سوسن لو كان فعلا حبت نديم، فبتقول لها ليلى انها مش عارفه، وده لانها شافت قدامها اتنين، نديم اللي حبته من اول نظره وانبهرت بيه، والتاني اللي تخلى عنها وسابها تواجه كل حاجه لوحدها. وهنا بتسالها ليلى لو كانوا اهلها بيسالوا عليها، بس سوسن مش بترد اطلاقا. في الوقت ده وفي اسكندريه بنشوف روضه وهي بتتكلم مع علا، بتكون روضه طلبت من علا تجيب ليها معلومات عن سوسن لانها شك فيها، وبيسمعها والدها ووالدتها اللي بيدخلوا عليها ويسالوها ليه بتبحث عن سوسن، وبتنكر روضه انها بتبحث عنها او تعرفها، وبيسالها رياض ليه انفصلت من الكليه وليه كمان ما قالت لهمش. ساعتها بتنهار روضه وتقول لهم انها كانت هتقول لهم على كل حاجه، وهي عارفه ان مفيش حد منهم هيقف جنبها، لانهم اصلا هربوا من المكان اللي كانوا عايشين فيه طول حياتهم من غير ما يدافعوا عن بنتهم او نفسهم، وبتقول لهم انها مضطره تتحمل الاهانه وتسكت لان محدش هيصدقها، ولان اختها نور بقت سيرتها على كل لسان، وده دمر كل دنيتها. ساعتها بس بتحس والدتها بالظلم والقهر اللي تعرضوا ليهم بناتها، وبتكون حزينه على اللي بيحصل لهم وقلبها بيتقطع. تاني يوم بتصحى ليلى على خبر وفاه والدتها اللي بتكون منزلها علا، وبتكون مصدومه وبتجري لسوسن وتزعق لها لانها كانت عارفه بموت مامتها وما قالت لهاش، بس سوسن بتكون فعلا متفاجئه وما تعرفش بخبر وفاه والدتها، وبتترجاها ليلى انها تروح لاهلها مره واحده بس تقف جنبهم. ساعتها بتقول لها سوسن ان هي ما عندهاش مانع، ولكن اهلها هم اللي مش عاوزينها، وبتتصل على رياض والدها وبتعزيه وتقول له ان نور عايزه تروح تقف معاهم. ساعتها بيقول لها رياض ان بنته نور ماتت قبل موتها، فبتنهار نور من كلام والدها القاسي ورفضه ليها، وبرغم اللي سمعته لكنها بتقرر انها لازم تحضر جنازه والدتها لو ايه هيحصل، وبتتنقب علشان ما حدش يعرفها، وبتروح الجنازه. وهناك بتسمع علا واحمد خطيب اختها وهم بيتكلموا مع الدكاتره اللي جايين يعزوا، وبيقولوا لهم انهم سكتوا عن الحق وان موت والده روضه كان من الزعل والقهر بسبب الظلم اللي بنتها تعرضت له من دكتور سمير اللي اتحرش بيها. وبتعرف ليلى الصعوبات اللي مرت بيها اختها وعاشتها لوحدها، وبتروح علشان تعزيها وتحضنها وهي بتعيط من قلبها، بس روضه بتكون مش مركزه بسبب حزنها وانهيارها على والدتها. بعدها بتمشي ليلى والوحيد اللي بيشك فيها هو محمود، وبترجع ليلى للفيلا وهي منهاره وبيواسيها حسان اللي بيكون سمع اللي حصل الصبح، وحتى عماد بيطبطب عليها وبيكون مش عايزها تبقى زعلانه. وبعد فتره بتقدر ليلى تتمالك اعصابها وترجع تراقب تليفون كريم، وبتعرف ان نتيجه الطب الشرعي ظهرت وانهم ما لقيوش اي بصمات على الجثه لانها قعدت وقت كبير في الميه. واخيرا بترتاح ليلى ان مفيش اي دليل ممكن يكون ضدها. وقتها بترجع تفكر في الدكتور سمير واللي عمله في اختها، وبتقرا الاخبار عنه اللي بتكون كلها بالدين وبالتحرش، لحد ما بتعمل اكونت فيك وبتدخل تكلمه وتقول له انها صحفيه وانها عايزه تعمل معاه لقاء صحفي علشان يرد على كل الهجوم اللي بيتعرض له. بعدها بتوري صوره الدكتور سمير لعماد وهي بتبتسم ومقرره ان هو خلاص الضحيه الجديده. وبنروح فلاش باك لحياه نور قبل ما تاخدها سوسن وتحولها لليلى، وبتكون نور سهرانه مع نديم بعد ما اخذت الاذن من اهلها انها تتاخر بره البيت بحجه الشغل، وللاسف بيكون نديم طول الوقت عمال بيكذب عليها ويحاول يخليها تثق فيه اكتر واكتر. وبنرجع للوقت الحالي مع ليلى اللي بتكتشف سوسن انها راحت جنازه والدتها من محمود، فبتروح لها تزعق لها انها اتصرفت من دماغها وانها حتى ما رجعتش ليها قبل ما تتصرف. وقتها بتكون ليلى على اخرها، وعلشان كده بتتعصب على سوسن وتقول لها انها دايما بتتصرف زي ما هي شايفه من غير ما تعمل حساب للناس اللي حواليها، وانها
يعني حتى ما أنقذتهاش زي ما بتقول، هي بس أخدتها علشان ترعى ابنها وخططت لكل حاجة على مزاجها. بعدها بتدخل ليلى الفيلا وهي متعصبة وبتناجي على عماد اللي بيكون حاضر كل الخناق اللي ما بينهم، وبيجري عماد ورا ليلى من غير ما يلتفت لأمه اللي بتنادي عليه هي كمان، وده بيعصب سوسن أكتر لأن عماد بقى يسمع كلام ليلى أكتر من أي حد. وبالليل عند كريم بتجيله جنى طليقته وبتترجاه يرجع لها بنتها، لكن كريم بيرفض ويقول لها إنها أنانية وبتتصرف على حسب راحتها هي، وده لأنها اتزوجته وكان الشاب اللي أي بنت بتتمناه، وبيقول لها إنها أخدته من شغله ومن أهله وكان راضي لأنه كان بيحبها، ولما زهقت من حياتها معاه اتطلقت وكمان أخدت بنتهم، ومش بس كده دي كمان ارتبطت بصاحبه، يعني عايشة حياتها على الآخر ومفيش حد حياته اتدمرت غيره. وأما جنى فما بتقدرش ترد عليه، وكل اللي بتعمله إنها بتترجاه يرجع لها بنتها لحد ما بيطردها من البيت، وبيكون متعصب لدرجة إنه بيكسر في البيت، وكل ده بتكون ليلى شايفاه وحضراه. ووقتها بيتصل بيها كريم وبيطلب منها إنهم يخرجوا يتمشوا، لكن ليلى بتتحجج إن الوقت اتأخر وإن جدتها تعبانة، وبتعرض عليه إنهم يخرجوا تاني يوم الصبح فبيوافق. وفعلا بتخرج ليلى معاه تاني يوم، لإنها كانت مفهماه إنها مخطوبة، بترجع تفهمه إنها سابت خطيبها لإنه خانها. في الوقت ده بيجي لها رسالة من دكتور سمير بيقول لها إنه موافق على اللقاء الصحفي لكنه مسافر يوم الجمعة بالليل ولازم اللقاء يكون قبلها. فبتستأذن ليلى من كريم وكأنها رايحة الحمام، وبتغير صوتها وبتقول لسمير إنها هتبقى تحدد ميعاد مناسب يتقابلوا فيه. ولما بترجع تتكلم مع كريم عن خطيبها بيبان إنه مبسوط إنها فسخت خطوبتها، وده لإنه بدأ يعجب بيها. في الوقت ده في الفيلا بتروح سوسن وبتلم هدوم عماد وبتكذب عليه وتقول له إن ليلى مشيت وإنهم هيروحوا يدوروا عليها، وده بيخوف عماد وبيخليه يوافق يمشي معاه. وبتاخد عماد على الفيلا الرئيسية، وأول ما تقول له يطلع أوضته بينهار وبيكون رافض تماما لأنها كانت بتحبسه فيها زمان. وبيكون جابر شايف اللي بيحصل ومتضايق من اللي سوسن بتعمله وإنها بتتصرف حسب دماغها من غير ما تفكر في مصلحة ابنها. ولما بترجع ليلى ومش بتلاقي عماد بتتعصب، بتكون مش عارفة تعمل إيه، لأن طالما عماد مش موجود مش هتقدر تنفذ الخطة، وبتفكر إنها تلغي المقابلة مع سمير، لكنها بتتراجع على آخر لحظة. وبتفضل قاعدة طول الليل بتدور على حل لحد ما النهار بيطلع ويجي محمود يزعق لها على اللي عملته ويقول لها تستعد علشان ورقة طلاقها من عماد هتوصلها، وبعدها لازم تسلم مفاتيح الفيلا والعربية وتمشي لأي مكان، ده غير إنه بيعرفها إن أهلها زمانهم هيطردوا من شقتهم الجديدة، وده طبعا بناء على أمر من سوسن. وساعتها بتقول له ليلى إنها مش هتتحرك من الفيلا خالص، لا وكمان مش هتمشي غير لما تقول لجابر على كل الكذب اللي كذبته زوجته عليه، وإن هي اشترتها بفلوسها مش ربتها زي ما فهمته. وبعد ما محمود بيفقد الأمل فيها بيسيبها ويمشي، وبتتصل ليلى على جابر وبتطمن على عماد وبتقول إنها عايزة تشوف عماد وعلشان كده هتيجي تتغدى معاهم، فبيرحب جابر بيها جدا. بعدها بتروح ليلى تغير من شكلها علشان مقابلة دكتور سمير، ولما بتقابله بتقول إن اسمها شمس وبتتعامل معاه بالطريقة اللي هو بيحبها واللي تخليه يرتاح ليها، وتقول له إنها حددت ميعاد يوم الجمعة الساعة 7 علشان اللقاء الصحفي. وبرغم إن الدكتور سمير عنده سفر إلا إنه بيوافق لأنه أكيد مش هيضيع فرصة إنه يكون مع بنت جميلة زي ليلى. وبتاخد ليلى تليفون علشان تدي رقمها وبتبعت له لينك متهكر، وفعلا بتقدر تهكر تليفونه. بعدها بتروح على فيلا سوسن وبيفرح عماد جدا أول ما يشوفها، وبتفضل تهتم بيه وتستفز سوسن وتقول إن هي مبسوطة إن بقى عندها عيلة زي عائلة عماد. وبعد الغداء بتقول لعماد يلا علشان نرجع بيتنا، ومش بس كده دي بتروح تسلم على سوسن وبتهمس لها في ودنها إن لو أهلها اتطردوا من البيت هتقول لزوجها على كل حاجة، وفعلا بتخاف سوسن وبتبعت خبر لصاحب البيت اللي بيروح يلحق أهل ليلى قبل ما يمشوا، وبيقول لهم إنهم يقدروا يقعدوا في البيت براحتهم خالص. وطبعا بيستغربوا من التغير المفاجئ اللي حصل في طريقته معاهم، وبيصادف ان عبد الرحمن ابنهم بينزل اجازه من شغله في نفس اليوم، وبكون مش فاهم اللي بيحصل معاهم لحد ما بتاخده روضه وبيتكلموا بعيد عن البيت. وبتقول لاخته انها شك في سوسن وده لانها شافتها في بيتهم في بولاق، وبرغم كده لما بتسالها روضه بتنكر اصلا انها جت بيتهم. ساعتها بيقول لها عبد الرحمن ان سوسن هي اللي جايبه له الشغل اصلا، وهنا الشكوك بتزيد في عقلهم اكتر حوالين سوسن. وبنروح فلاش باك لحياه نور، وفي يوم جمعه كانت خارجه وفي بلكونه وبتلاقي اوتاكا مستنيها تحت البلكونه وهو بيبص لها بنظرات اعجاب، فبتدخل اوضتها متضايقه وبتشتكي لاختها روضه منه. بعدها بتبدا تجهز نفسها علشان نديم هيعدي عليها في شغل زي ما فهم اهلها، بس روضه بتكون شاكه فيهم وبتقول لها ان وجودها جنب نديم ده طول الوقت بيخلي الشكوك حواليهم تكتر اكتر واكتر، وبتفكرها انه تزوج وانها ملهاش مكان في حياته لانه مستحيل يسيب زوجته علشانها وانه بيكذب عليها. وهنا بتصدمها نور لما تقول لها انها هي ونديم متزوجين عرفي، وبتقول لها
عندها ان نديم بيحبها وقريب قوي هيطلق زوجته وهيتزوجها قدام الناس كلها. وطبعا روضة مش بتقدر تقول حاجة قدام عند اختها واسرارها. في الوقت ده وفي المسجد بيكون الشيخ بيتكلم في خطبته عن الرجل الديوث اللي مش بغير على عرضه وشرفه، وكل اهل الحارة بيبصوا لعبد الرحمن اخو نور ووالده باحتقار، وده بسبب لبس نور والسمعة اللي بدأت تطلع عليها بسبب تأخرها في الليل، وده طبعا بيعصب رياض وعبد الرحمن وبيحرك الغيرة فيهم، فبيطلعوا من الصلاة بيتخانقوا مع نور ويوصل بيهم الخناق انهم يضربوها. وبنرجع لليلى وهي قاعدة مستنية سمير في الفيلا، ولما بيوصل سمير بتتعامل معاه بصوتها وشكلها الطبيعي، اما هو فبيكون بيشبه عليها وبتسأله بكل جرأة لو كانت شبه روضة، فبيقول لها انها فعلا شبهها، وبتبدأ تسأله عن روضة وبيقول لها انها كانت بنت مش كويسة زي اختها، وانها كانت بتحاول تقرب منه برغم انه كان بيتعامل معاها بكل احترام، وبيقول لها انها حتى ما عملتش اي احترام لخطيبها اللي بيكون موجود معاها اساسا في الجامعة. كل ده وعمد ورا الباب مستني الاشارة من ليلى، اما ليلى فما قدرتش تتمالك اعصابها وبتقول له ازاي يتكلم كده عن روضة اللي جو حضر خطوبتها وشاف اخلاقها، وبتدي هنا الاشارة العماد اللي ما بيصدق وبيجري على سمير ويضربه على دماغه بكل قوته وبشكل متكرر لحد ما ليلى بتطلب منه انه يوقف. والمرة دي بتكون ليلى اهدى بكتير من الجريمة الاولى، وبتسحب الجثة للحمام وتسيب عماد يقطع فيها لحد ما بتحرق هدوم سمير وتنظف المكان بكل هدوء. وبعد ما بتتأكد ان كل حاجة تمام بتاخد اجزاء الجثة وبتعمل زي الجريمة اللي فاتت وبترميهم في اماكن متفرقة، وبعدها بتروح لكريم البيت اللي بيتفاجئ من زيارتها وبتقول انها مبسوطة وحابة تقعد معاه شوية، وبعدها بتسيبه وتمشي. وبتتصل والدة كريم عليه وتقول له انه بنته بتعيط وعايزة والدتها، فبيتفق معاها انه هيعدي عليها الصبح علشان ياخد البنت لوالدتها، لكن تاني يوم بيعرف ان جنى لسه على علاقة بعلاء، وعلشان كده بيتعصب وبيرن على والدته ويقول لها ان البنت هتفضل معاها كمان كام يوم، لكنه ما كانش يعرف ان والدته اصلا بعتت البنت لجنى من امبارح، فبتزيد عصبية كريم. اما وعند ليلى في الفيلا فبتمثل سوسن ان علاقتها رجعت طبيعية مع ليلى وانها مش متضايقة منها خالص، لكنها كانت بتحضر لها الانتقام قوي، وبتعلم عماد ازاي يتهجم على ليلى ويعتدي عليها، وفعلا بيفهم عماد الكلام. وبتصحى ليلى بتلاقي نفسها متكتفة وعماد بيحاول يقرب منها، فبتصرخ برعب وهي مش عارفة تتحرك لحد ما بيسمع حسان صوتها، وبيجري بسرعة ينقذها من ايد عماد، وبتكون ليلى منهارة بسبب اللي تعرضت له. وفي اسكندرية بنعرف ان روضة فسخت خطوبتها من خطيبها بناء على رغبة اهله بعد اللي حصل لنور، وبرغم كده فهو لسه واقف جنبها وبيساعدها، وبيتصل بيها ويقول لها ان نديم طلب فتح التحقيق في شكوتها من تاني علشان ترجع للكلية. وبتتعصب روضة ان نديم لسه بيتدخل في حياتهم بعد ما خسرت اختها بسببه، فبتروح للمكان اللي دايما بيقعد فيه، لكنها ما كانتش تعرف ان عبد الرحمن اخوها بيراقبها، فبيخرجها من المكان وهو متعصب وكمان بيشك في سلوكها ويقول لها انها بقت زي اختها نور. ساعتها روضة بتتعصب وتقول له انه حتى ما فهمش منها سبب وجودها هنا، ولما بتشرح له اللي حصل بيستغرب ليه نديم واقف معاها برغم ان سمير صاحبه، فبتقول له روضة انه اكيد حاسس بالذنب بعد اللي حصل لليلى بسببه. وتاني يوم بتروح روضة مع اخوها للقاهرة وبيتفتح التحقيق، وبيتشجع الفراش اللي شاف سمير وهو بيتحرش بروضة ويروح يعترف، واخيرا بتظهر الحقيقة وبترجع روضة لكليتها. واما الشرطة فبتلاقي جثة سمير في النيل، ولكن المرة دي بعد يومين بس من الجريمة، وكون اللي هيشتغل على القضية هو علاء وكريم، وطبعا الاتنين مش بيكونوا طايقين بعض خالص ولا بيتفقوا على كلمة سوا. وبيقول كريم ان الجثة اتقتلت بنفس الطريقة اللي اتقتل بيها اوتاكا، وان حتى توزعت بنفس الشكل ونفس ربطة الكيس، وده اللي بيدل على ان القاتل ده قاتل متسلسل واكيد بيخطط لجريمة ثالثة ورابعة وخمسة. وبالتحقيق في القضية بيوصل المعلومات عن سمير زي انه متحرش، وان من اكتر البنات اللي تعرف انه تحرش بيها هي البنت روضة، وده بسبب تحقيقها اللي اتفتح مرة تانية. وبروح علاء الجامعة يعمل تحرياته ويقابل خطيب روضة السابق وياخد اقواله، وبيسأله علاء بالصدفة لو كان يعرف شاب اسمه اوتاكا، ويقول له انه فعلا يعرفه وانه كان جار روضة في بيتهم القديم، ولكن ولما بيجتمع علاء مع كريم علشان الشغل بيقرر انه مش هيعرفه بالمعلومة دي. وبعد ما كل الضباط بيمشوا بيتهجم كريم على علاء وبيتهمه انه عارف مكان طريقته جنى، وده لانها اخذت البنت وسافرت، فبيسمعوا علاء اخر رسالة من جنى لما قالت له انها تاخد بنتها وتسافر من غير ما تقول للمكان اللي هتروح له. وبيكون كريم مشغول دايما في البحث عن بنته وطليقته، وعلشان كده بتروح لليلى وبتمثل انها فاهماه وفاهمه احساسه وانها جنبه ومش هتسيبه. ولما بترجع ليلى من عند كريم بتحضر للضحيه الجديده، واللي بتكون محضره اكونت مخصوص باسم دعاء علشان تقدر تكلمها منه، والضحيه طبعا بتكون مي بنت نديم، وبتبعت لها ليلى وتقول لها انها عندها مشروع لازم تتكلم فيه مع الطالبات العربيات، وانها بتتمنى ان مي تكون منهم، وبتوافق مي. وبتبعت لها ليلى الاسئله على هيئه لينك هاكر، وطبعا اول ما بتفتحه مي بتتهكر. وبتنام ليلى وبتحلم انها مع نديم على سفينه وبتكون مبسوطه معاه زي زمان، ولكن فجاه بتاخد حديده وتضربه بيها لحد ما بتقتله. وبتصحى من الحلم على مكالمه من مي وهي بتعتذر لها انها مش هتقدر تشترك معاها، وده لان الأسئلة
الأسئلة كلها عن علاقتها بوالدها وهي مش حابة تتكلم فيها، بس ليلى بتفضل تتكلم معها وتقنعها إنها لازم تواجه المشاكل اللي مبوظة علاقتها مع والدها، وده علشان نفسيتها تتحسن. وفعلا بالآخر بتقتنع مي وبتوافق تقابل ليلى اللي معرفاها إن اسمها دعاء. وبتفتكر نور يوم ما الفيديو اللي بينها وبين نديم اتسرب واتنشر في كل مكان، ساعتها أهلها بيضربوها وبيحبسوها في البيت، وبتكون نور منهارة وبتترجى رضا أختها إنها تروح تجيب أسيمة الزواج من نديم علشان تأكد لوالدها إنهم متزوجين. لكن في الوقت ده بيدخل والدها وبجرجرها لحد التلفزيون، واللي بيكون في لقاء تلفزيوني بيتكلم فيه نديم عن الفيديو اللي اتسرب، وإن البنت اللي في الفيديو هي اللي فضلت تجري وراه لحد ما وقعته، وإنه أصلا ما قابلهاش غير اليوم ده، وبيندم إنه خان زوجته، وبيعتذر لزوجته وبنته على الهوى، وبيقول على نور نزوة مش هتتكرر تاني. ساعتها بس بتتصدم نور صدمة عمرها، لأنه مع أول صعوبة حصلت وواجهها نديم اتخلى عنها، ومش بتقدر تستحمل الضغط اللي عليها من أهلها والناس اللي حواليها، فبتروح على أول سكينة تلاقيها قدامها وتقرر تنهي حياتها. وهنا بنرجع مع ليلى للوقت الحاضر، بتروح للمكان اللي هتقابل فيه مي، وبتتكلم مي معاها عن علاقتها بوالدها وإنها اتدمرت وشبه اتقطعت بعد اللي حصل، وإنها كمان مش قادرة تسامحه لأنه كان مثلها الأعلى لكنه خذلها. فبتفضل ليلى تقنعها إنها لازم تواجهه لأن ده هيخليها ترتاح أكتر، وإنها لازم تتكلم معاه في كل اللي بتفكر فيه. وبتقتنع مي فعلا وتقول لها إنها تبقى تفكر في اقتراحها. أما في اسكندرية بيعرف رياض إن بنته رجعت للجامعة، وكمان بيعرف اللي حصل لسمير وبيكون شمتان فيه، وبتسأله روضة عن الفلوس اللي اكتشفت إنها موجودة في البنك باسمها، فبيتوتر ويقول لها إنها مكافأة لنهاية خدمته في الشغل، وبيغير الموضوع وبيقوم من على العشاء. وبكون عبد الرحمن وروضة متأكدين إن الفلوس دي وراها سر كبير لكنهم مش عارفين يوصلوا له. في الوقت ده بيكون علاء مستمر في البحث في قضية سمير، وبيربطها بقضية أوتاكا، خاصة إن في بينهم عامل مشترك وهو عيلة نور، وبياخد من أخت أوتاكا صورة لنور وبيبدأ يكمل تحريات، وبيعرف مكان عيلة نور الجديد وبيراقبهم لحد ما بيقدر يلاقي عبد الرحمن وروضة لوحدهم، وبيروح يتكلم معاهم وبقول لهم إنه حابب يتكلم معاهم بخصوص قضية دكتور سمير. ومش بس كده، بيقول لهم إن في عامل مشترك بين قضية سمير وقضية أوتاكا، والاتنين بيتصدموا لأنهم ما كانواش عارفين إن أوتاكا مات أصلا. وبقول لهم علاء إن العامل المشترك ما بينهم هو إن الاتنين أزوهم. وقتها بس بيتكلم عبد الرحمن يقول له إنهم ما يعرفوش أي حاجة عن اللي بيقولوا، وإنهم حتى سابوا القاهرة كلها وجم اسكندرية. فبيسألوا علاء عن شقة اسكندرية لأنها مش متسجلة باسمهم أصلا، وترد روضة وتقول له إنها مساعدة من مؤسسة خيرية مديرتها مدام سوسن، وده بعد اللي حصل لأختها نور، لكنها دلوقتي وقفت المساعدة وبقت بتدفع الإيجار بنفسها. في الوقت ده وعند سوسن بيكتشف شريف ابنها إن والده كتب تلت الميراث لعماد، ومش بس كده، ده كمان بيخلي ليلى الوصية عليه، وده اللي بيعصب شريف وسوسن ويحاولوا يرجعوا جابر عن قراره. لكن جابر بيكون مصمم لأن ده حق ابنه في الميراث، ولأنه واثق كمان في ليلى اللي مريحة ابنه عماد وبتهتم بيه، وعشان كده خلاها الوصية عليه. ساعتها بتصمم سوسن إنها لازم تتخلص من ليلى، وبروح شريف عشان يتكلم معاه. في نفس الوقت اللي بتعرف فيه ليلى إن مي مسافرة اسكندرية تقابل والدها، وبتجهز شنطتها علشان تروح على اسكندرية، بس شريف بيلحقها ويهددها ويقول لها إنها لازم تمشي وإلا تصرفه مش هيعجبها، ولأن ليلى واثقة إن هما يخافوا من جابر إنه يعرف الحقيقة، بتقول له يعمل اللي هو عايزه وبتسيبه وتمشي علشان تسافر. لكن شريف بيكون متعصب منها، فبيفتح الباب على عماد ويسيبه لوحده في الفيلا ويمشي. وكل ده بتكون ليلى مراقباه من الكاميرات السرية اللي مركباها في البيت، وبتشوف إن عماد ضرب حسان وهرب من البيت. ساعتها بتقرر إنها تسيب نديم وهترجع تلحق عماد اللي ملوش غيرها يحميه، ولكن على ما بتوصل بيكون عماد اختفى وبتبحث عنه في كل مكان لكن بدون فايدة، لحد ما بتقرر إنها تتصل بكريم يساعدها، بس على آخر لحظة بترجع في قرارها وبتخاف. أما عماد فبيكون ماشي في الشوارع بعد ما كلبه ضاع منه، لحد ما الناس بيلاقوه ويودوه مركز الشرطة، وهناك بيتصلوا على ليلى اللي رقمها بيكون موجود على سلسلة عماد. وأخيرا بتلاقيه ليلى وبترتاح، ويكون باين فعلا خوفها عليه. ولما بترجع البيت بتلاقي أهله موجودين هناك بعد ما عرفوا اللي حصل من حسان، وطبعا بترمي سوسن كل اللوم على ليلى وإنها مهملة. وقتها بتقول لها ليلى إن اللوم على ابنها شريف اللي فتح الباب لأخوه وهو عارف حالته، وبيقف جابر في صفها لأنه بيكون عارف نية شريف وغيرته من بعد موضوع الميراث، وبيقول له إنه مهما عمل فهو حفظ لعماد ورثه ومش هيقدر ياخده منه. ولما بتقول سوسن لعماد يجي معاها بيرفض تماما ويقول إنه هيقعد مع ليلى. وبنروح فلاش باك لحياة نور لما أهلها بينقذوها من الانتحار. ساعتها بيجي محمود ومعاها سوسن، بيقول لهم إن في محامي كبير رافع قضية على نور ونديم بسبب الفيديو اللي اتسرب ليهم، وبيقول لهم محمود إن بكده فضيحتهم هتزيد وإن الحل هو إن نور تمثل الانتحار، وبعدها هتاخدها سوسن وتعمل لها شهادة ميلاد جديدة وتجوزها لابنها في مقابل شقة ليهم في مكان جديد وفلوس تضمن مستقبل روضة وشغله في الخليج لعبد الرحمن. وبرغم اعتراض والدة نور إلا إن والدها بيوافق، أما نور فمش بيكون ليها أي رد أو قرار. وبترجع روضة تلاقي محمود وسوسن عندهم في البيت، لكن ومجرد ما بتدخل بيمشوا هما، ولما بتسأل عليهم روضة محدش
مش بيرد، وبعد كم يوم بيمثلوا ان نور رجعت انتحرت والمرة دي ماتت. وبتفوق ليلى من ذكرياتها على مكالمة من مي وهي بتعيط وتقول لها ان قابلت والدها والمقابلة كانت صادمة بالنسبة ليها. بتقترح عليها ليلى انها تجيلها الفيلا تقعد معاها وبتوافق مي وفعلا بتجي. وبتحكي مي ليلى اللي عرفته وان السبب ورا فضيحة والدها هو مامتها، وانها اشتركت مع عامل ليها في الشغل اسمه اشرف وهو اللي نشر الفيديو. وبتكون مي مصدومة ان والدتها هي اللي عملت كل ده، لان مي كانت شايفة ان والدها ما يستحقش العقاب القاسي ده، وحتى البنت اللي انتحرت ونهت حياتها بسبب الفيديو برغم غلطها ما كانتش تستحق انها تموت. فبتفهم ليلى ان نديم لسه مصمم على كذبه، وقال لبنته ان هي اللي كانت بتجري وراه. وبتشفق ليلى على مي فبتقرر تسيبها من غير ما تنتقم منها لانها ملهاش اي ذنب. وتاني يوم بتيجي سوسن لليلى وتقول لها ان شريف مش ساكت وانه مش هيسيبها غير لما يعرف كل حقيقتها، وساعتها هيطردها بره الفيلا. وبتقول لها ان الحل الوحيد هو انها تكتب تنازل لشريف بميراث عماد علشان يبعد عنهم، ولان الفلوس مش بتكون فارقه مع ليلى بتوقع فعلا على التنازل في سبيل انهم يسيبوهم في حالهم. واما عبد الرحمن فبيستدرج محمود وبياخده المكان مقطوع وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيعترف له على كل حاجه وان نور اخته لسه عايشه، وبيقول له اللي حصل وهي راحت عند مين. وساعتها بيتصدم عبد الرحمن وبيحس انه فعلا ظلم اخته زي الكل ما ظلمها، وعلشان كده بيروح يتخانق مع والده ويقول له انه ما كانش قادر حتى يحمي بنته، وبينهار رياض من العياط. بعدها بيتقابل كريم مع علاء، والمره دي بيقول له انه ما عندوش مانع انه يرتبط بجنى لانه ما بقاش يفكر فيها اساسا، وان كل اللي عايزه هو بنته اللي جنى حرمته منها. فبيقول له علاء ان حتى جنى اتخلت عنه وسابته واخدت بنتها وهربت، وانه حتى ما يعرفش مكانها. بعدها بتيجي ليلى لكريم البيت وبيعاتبها كريم على اختفائها الفتره اللي فاتت، وبيتاسف لها لو كانت حست ان وجودها غير مرغوب فيه، بس ده كله كان بسبب انه كان مشغول في البحث عن جنى زوجته. وبيقول لها ان جنى ما بقتش تهمه وان كل اللي بيدور عليه دلوقتي هو بنته، وبيعترف لها انه معجب بيها. ساعتها بتقول له ليلى ان الحاجات الصح في حياتها دايما بتيجي في الوقت الغلط، وبتعتذر منه وبتمشي وهي بتعيط لانها فعلا بدات تعجب بيه، لكنها متاكده انهم مستحيل ينفع يكملوا مع بعض. وبتمشي ليلى من عند كريم وبتروح لكوافير اللي ميس متعوده تروح له، وبتلاقيها هناك وبتستناها لما تطلع وتاخد شعر ميس اللي كان موجود في الفرشه وتمشي. وبعدها بترجع على الفيلا وتقدر تجيب اكونت اشرف اللي سرب الفيديو ليها ولنديم، وتقول لعماد ان دي هتبقى ضحيتهم الجديده، واول حاجه بتعملها انها بتهكر النظام الامني لشركته اللي بتكون ماسكاه شركه ميس زوجه نديم. ولما بيروح يتخانق مع ميس بتبعت له ليلى ان ميس هي اللي مهكراه، وان لو عايز ينتقم من ميس يخرج من الشركه وهي هتبقى تتواصل معاه وتقول له يقابلها فين ويعمل ايه، لكن بمقابل 10 مليون جنيه. وفعلا بيصدق اشرف الرساله اللي جات له وبيخرج من شركه ميس، وبيبعت رساله ليلى يقول لها انه موافق وهيديها ضعف الفلوس كمان. في الوقت ده بيكون علاء مستمر في البحث في القضيه، وبيروح لمحمود وبيسال عن اهل روضه، وبيعرف ان جمعيه سوسن بتساعدهم، وبيسالوا عن اوتاكا وسمير. فبيقول له محمود ان اوتاكا بيبقى جاره لكنه ما يعرفش سمير ولا شافه قبل كده، ويعرف من علاء ان اوتاكا وسمير اتقتلوا بنفس الطريقه. وبشك محمود في اللي بيحصل، وبيروح يقول لسوسن على مقابلته مع علاء، وبكون شاكك في ليلى وانها بتقابل اهلها من وراهم، بس سوسن بتقول له ان حسان موجود ولو في اي حاجه غريبه حصلت اكيد هيقول لها. فبيفكرها محمود ان حسان عنده اجازه يوم الجمعه وبيمشي ويسيب الفيلا. ساعتها سوسن بتبدا فعلا تشك بليلى. وبنروح فلاش باك ليوم جنازه نور لما محمود بيتفق مع اللي بتغسل على الخطه اللي عاملينها، وبيرفض رياض ان روضه تشوف اختها لاخر مره ويقول لها ان دي وصيه نور ان محدش يقف على تغسيلها غير والدتها. واما جوه في الاوضه فنور بتكون منهاره وبتاخد دواء يخليها ما تحسش باي حاجه هتحصل لها، لحد ما بتتكفن وبتنزل من البيت. وفي نص الطريق بتتبدل العربيات ونور بتروح على فيلا سوسن وبنشوف اللي بيحصل معاها. وبنرجع لوقتنا الحالي وبتكون ليلى قدرت تهكر تليفون جنى طريقه كريم، وبتكتشف ان علاء وجنى متزوجين وانه مخبي اساسا على كريم، وعلشان كده بتقرر تساعد كريم وتبعت له لوكيشن جنى من رقم غريب، لكنها بتكتشف ان كريم اصلا بيتحرى عنها وبيعرف ان الرقم اللي بتكلمه منه مش بتكلم حد غيره منه. ولما بيوصل اللوكيشن لكريم بيروح على المكان، وفعلا بيعرف من البواب ان علاء ساكن هنا وزوجته اسمها جنى. ساعتها بيكون متعصب جدا لدرجه انه بيكلم واحد زميله وبيشتري مسدس مش مترخص علشان يخلص عليهم. ولما بيجي يوم الجمعه بتتفاجئ ليلى ان سوسن جايه تقضي معاهم اليوم، وبتقول لها ان كل يوم جمعه هتيجي وتقضي معاها اليوم. وبتتصرف ليلى بشكل طبيعي ومش بتمانع، لكنها بتحط لها منوم في العصير، واول ما تنام بتاخدها للاوضه في الفيلا وبتقفل عليها. ويوصل اشرف اللي بتكون ليلى محضره معاه ميعاد، واكيد وقتها بتكون مغيره شكلها تماما ومش بتتكلم معاه كتير لانها بتكون عايزه تخلص منه بسرعه. وبتدي لعماد الاشاره وبيهجم عليه فورا ويموته. وقتها بتكون سوسن صحيت وبتخبي ليلى الجثه وبتفتح لها، لكن ولما بتحس سوسن ان الوضع طبيعي ومفيش اي حاجه تثير الشك بتمشي. وهنا بتبدا الفقره بقى اللي عماد بيحبها، وبيسحبوا الجثه للحمام ويبدا عماد يقطع فيها. وبتجي ليلى تطمن عليه وعلى اللي بيعمله بكل برود بعد
ما بيكونوا خلاص اتعودوا، وبعد ما بيخلصوا بتاخد الجثة علشان ترميها، لكن المرة دي بتحط فيها شعر ميس اللي سرقته وبيعكس من اللي فيهم أجزاء الجثة على مركب في النيل. وبتم اكتشاف الجريمة في نفس اليوم اللي حصلت فيه. بعدها بتروح ليلى الكريم وبتعترف له إن عماد ما يبقاش أخوها وإن زوجها، ولكن على الورق، وبتقول له إنها بنت من الشارع وسوسن هي اللي ساعدتها، وإنها كذبت عليه لأول مرة علشان كانت فكرة إنها مش هتشوفه مرة تانية، لكن القدر كان ليه رأي تاني، وبتتأسف له لإنها كذبت عليه. بس كريم بيعرفها إنه عرف عنها كل ده قبل ساعات بس من زيارتها. ساعتها بتمثل إنها متفاجئة وبتتضايق لإن كريم بيتحرى عنها من وراها وإنه مش واثق فيها، وبيحاول كريم يبرر لها اللي بيعمله ويقول لها إنه كان عايز بس يفهم سبب تغيرها معاه. بعدها بتسيبه ليلى وتمشي، وبيتم استدعاء ميس للتحقيق معاها، وده لإنها المتهمة الرئيسية في قتل أشرف، خاصة بعد الخلاف الأخير اللي حصل ما بينهم. مش بس كده، ده كمان لإن آخر رسالة لإيميل أشرف كانت من ميس بتقول له يجي لمزرعتها علشان ينهوا الخلاف اللي ما بينهم في الشغل. وفعلا بيلاقوا أجزاء من جثة أشرف جنب المزرعة، والظاهر كده إن ليلى مخططة كويس علشان تلبس ميس كل القضية. ده كمان بيكتشف كريم إن الرقم اللي بعت له لوكيشن مكان جنى كان من شركة ميس أصلا. فبيسألوا ميس عن أوتاكا وسمير، بس ميس بتكون في حالة صدمة ومش فاهمة كل اللي بيحصل حواليها. وبيحقق كريم مع نديم وبيسأله لو كان عارف إن ميس كانت على علاقة بأشرف، وبيطلب منه نديم إن الكلام ده يكون بره التحقيق، وبيحكي له كل حاجة، وبيقول له إن ميس كانت بتغيظه لما بتحكي له عن أشرف، وخاصة بعد علاقته بنور اللي اتفتحت، لكنه متأكد إنها ملهاش علاقة بقتله. وهنا بيعترف نديم لأول مرة إن نور كانت زوجته فعلا، لكنه خاف يقول وقتها لأن ميس هددته وكانت النتيجة حياة نور. وبلاحظ كريم إن في حلقة وصل كبيرة ما بين كل الجرائم اللي بتحصل، لأنها كلها بتدور حوالين نور ونديم، وكمان لأنه أوتاكا كان جارها وأول واحد سرب الفيديو ليها في المنطقة وفضحها، وسمير كان صديق شخصي لنديم، وأما أشرف فالمتهم في قتله زوجة نديم. وهنا بتبدأ الخيوط تتجمع في عقل كريم. وقتها بيكون علاء سبقه بخطوة كبيرة، لأنه بيكون وصل لنور وعرف إنها عايشة وواقف قدام فيلتها كمان، وسايب ضابط يراقبها من بعيد علشان يقتحم المكان في أي وقت. بس بيتصدم من وجود كريم وإنه دخل الفيلا، فبيتراجع عن كل الخطة. وأما ليلى فبتتفاجئ بوجود كريم اللي بيقول لحسان إنه وكيل نيابة وعايز ليلى في تحقيق، وبتسأله ليلى ليه هو هنا وهو عارف إنها متزوجة. ويفضل كريم يماطل معاها، وليلى مش عارفة تحدد إذا كان عارف بكل جرائمها ولا لا، لحد ما بيقول لها كريم إنها وحشته وإنه جاي علشان يشوفها، ولأنه كده كده عارف إنها مش بتحب زوجها وإنه معاق وإنها مظلومة معاه، وبيطلب منها يتعشى معاها. وبتفرح ليلى وبتطمن وتروح تحضر العشاء، وبيروح كريم للحمام لكنه بيروح علشان يرفع البصمات من المكان، ولما بيطلع بيلاقي عماد وتقول له ليلى إنها بتكلم عماد عنه دايما. وفعلا بيقول عماد إنه عارفه وإنه بيدور على بنته وجن علشان يساعد. فبتتوتر ليلى وبتتأسف له إنها حكت لعماد عن بنته. وبعد شوية بيستأذن كريم وبيمشي، وبتزعق ليلى مع عماد إنه تكلم في حاجة هي قالت له إنها سر. وبيروح نديم لميس وبيقول لها إنه واثق إنه مش هي اللي قتلت أشرف، علشان كده هيحاول يساعدها، لكن ميس أصلا بتكون شاكة فيه وإنه هو اللي ورا كل اللي بيحصل، لأن هي اللي دمرته وفضحته وسببت في انتحار نور اللي كان بيحبها. فبيقول لها نديم إنه فعلا شمتان فيها، بس ده مش معناه إنه هو السبب، ومش معناه إنه ما يساعدهاش، لأنه هو بيعمل كده مش عشانها، علشان بنته. تاني يوم بيروح عبد الرحمن وروضة لنور أختهم الفيلا بعد ما عرفوا مكانها من محمود، وبتفرح نور إنها شافتهم أخيرا لأنهم كانوا وحشينها وبيقعدوا يعيطوا في حضن بعض. وبيقول لها عبد الرحمن إنها تمشي معاه مهما حصل، بس نور بترفض وتقول إن ما بقاش ينفع، وكويس إنها أصلا اطمنت عليهم. وفجأة بيسمعوا صوت ضرب نار قوي قريب منهم، فبتخاف نور على أخواتها وبتقول لهم يمشوا بسرعة. وبيطلع تقرير الطب الشرعي، وبيعرف كريم إن مفيش أي دليل لأي جريمة في حمام ليلى، وبيأكد له الدكتور إن محدش يقدر يخفي آثار جريمة بنسبة 100% غير دكتور طب شرعي متمكن أو حد في الجهاز الأمني. فبيطمن كريم. وبالليل بتلاقي ليلى إن علاء عندها في الفيلا، ويقول لها إن في بلاغة تقدم إن كان في ضرب نار قريب منهم النهاردة. وبتفهم ليلى إن علاء هو اللي دبر خطة ضرب النار علشان يقدر يجي بحجة البلاغ ويدخل الفيلا. فبتقول إن فعلا كان في ضرب نار، ودي حاجة غريبة على المكان لأنه مكان هادي، ده حتى لو كان في جريمة قتل هنا محدش هيحس بيها. وبيستغرب علاء من صراحتها الشديدة، وبتدخله ليلى الفيلا وبتعرفه على عماد زوجها، وبدون أي مقدمات بتاخده للحمام وبتقول إن كل حاجة ابتدت من هنا، وحتى كل اللي قبله كانوا في البانيو ده. فبيتوتر علاء من جرأتها وشجاعتها، وبتقول إنها محتاجة تخلص اللي هي بدأته، وبتقول له إن هو عطلها. فبيقول لها علاء إن مش كل حاجة حلها هو القتل. فبترد عليه ليلى وتقول له إن الخيانة مش حل برضه. فبيتصدم علاء لما بيعرف إن ليلى عارفة بزواجه من جنى، وبتقول له إيه رأيه لو رنت على كريم صاحبه وحكت له كل اللي حصل من بداية زواجه من جنى لحد المعلومات اللي وصل ليها لوحده علشان يحل القضية بدون مساعدته. لكنها وقتها بتدي الإشارة لعماد اللي بينفذ دوره على أكمل وجهه، وبيضرب علاء لحد ما يخلص عليه. في الوقت ده بتكون سوسن وصلت وبكلمها حسن، ويقول لها إن في ضابط
في الفيلا، ودي مش اول مره يجي ضابط للمكان. ولما تيجي سوسن بتتعامل ليلى بكل برود وتقول لها تيجي لانها توريها حاجه هتعجبها، وبتدخلها الحمام وتلاقي عماد جنب جثه علاء، فبتصرخ بصدمه ورعب. وبتضحك ليلى وتقول لعماد ان سوسن مبسوطه بيه، وتقول لها ليلى ان عماد هو اللي عمل كل ده وان دي مش اول جريمه يعملها، وتقول لها تقول لحسن يمشي. بس سوسن بتكون مرعوبه وبتقول لها انها ملهاش دعوه بكل اللي بيحصل ده. فبتعرفها ليلى انها لو اتمسكت محدش هيصدق انها ما تعرفش حاجه، لان ابنها معاق وهي مجرد بنت من الشارع، ويا سلام لو الحكومه عرفت انها اصلا اشترتها وزورت موتها. وهنا طبعا بتضطر سوسن انها تشاركها وتقول لحسن يمشي، وكمان بتاخد الجثه مع ليلى ويروحوا يدفنوها في الصحراء. وقبل ما تدفنه بتاخد ليلى تليفون علاء وتبعت رساله لجنى، وترجع سوسن بيتها وهي مصدومه ومنهاره ومش مصدقه كل اللي مرت بيه واكتشفته النهارده. وبيتم بعدها العثور على جثه علاء عن طريق تليفونه، وبحقق كريم مع جنى لانها كانت زوجته، وبيسالها لو كانت شاكه في حد، فبتقول له انها شاكه فيه هو وعايزه تكتب ده في محضر رسمي. وطبعا ده لان اخر رساله جت لها من علاء كانت بتحذرها ان كريم عرف مكانهم وناوليهم على شر. ولما بيروح كريم لمكتب علاء بيشوف كل الادله والمعلومات اللي وصل ليها، واللي كانت طبعا صدمه كبيره جدا بالنسبه لكريم لما بيشوف صور نور وبيعرف ان هي ليلى، وبيفهم ان هي ورا كل اللي بيحصل ده لان كل جرائم القتل متصله بيها. مش بس كده، دي كمان مزيفه موتها، وبتاكد اكتر لما يروح المقابر ويهدد صاحب المقبره عشان يقول الحقيقه، فبيضطر يعترف ان نور فعلا مش مدفونه هنا وانها لسه عايشه. فبيحس كريم بمدى غبائه لان بنت زي دي قدرت انها تضحك عليه وتخليه ما يشكش فيها وكمان تلعب بيه، ولان علاء راح الفيلا عندها من غير تصريح رسمي مش بيقدر كريم يدينها او يتهمها باي حاجه، وعشان كده بفكر في خطه توقعها في شر اعمالها. فبيتصل بيها ويقول لها انه عايز يقابلها، ولما بتروح له بتساله ليه قافل تليفونه، فبيقول لها لانه اكتشف ان ميسم هكر تليفونه وانه خايف تكون وصلت لاي حاجه عليه تدينه. وبتكون ليلى عارفه انه بيتكلم عن الترتيبات اللي كان محضرها فعلا علشان يقتل علاء لما عرف انه بيخونه. وهنا بتقول له ان ميس ممكن ما تكونش وحشه للدرجه دي، وانها ممكن بس تكون عايزه تضمن نفسها بعد الجرائم اللي عملتها واللي كانت اكيد كل واحده فيهم بسبب. وقتها بتكون ليلى بتتكلم على نفسها، وطبعا كريم بيكون فاهم ده، فبيقول لها انه ما بيظنش ان واحده نفذت كل الجرائم دي وفي جزء صغير جواها كويس. وهنا بتحس ليلى ان كريم عارف كل حاجه، وعلشان كده بتستاذن منه وتمشي، وبتروح للمكان اللي نديم دايما بيقعد فيه، وبتسيب له جواب مكتوب فيه انها متاكده انه هيعرف هي مين، وانها عارفه انها ما ينفعش تتواصل معها تاني، لكنها وقع في مشكله كبيره ومش لاقيه اي حد ينقذها منها، وان هي ما بقتش زعلانه منه لانها بعد ما فكرت اكتشفت انه كان صح، لانه ما كانش ينفع اساسا يضحي ببنته ومكانته وزوجته وبيته علشانها. وبتقول له كمان انه لو كان لسه مهتم لامرها يجي لها على العنوان اللي هتسيبه ليه، لانها محتاجاه يساعدها، والاهم انه ما يقولش لاي حد. وفعلا لما بيشوف نديم الجواب بيعرف ان اللي كاتباه هي نور، وبيروح على عنوان الفيلا اللي سابتها ليه في الجواب. ولما بيروح يشوفها لاول مره من شهور، وبتقول له ان هي عارفه ان شكلها اتغير، مش بس كده ده حتى هي نفسها اتغيرت كمان وجدا. فبيتاسف لها نديم على كل مره غلط فيها في حقها في يوم، وبيتمنى منها انها تسامحه. بعدها بيمسك نوت وبيكتب لها فيها ان كريم بره وبيسمعهم، وبيطلب منها تقول ان عماد هو اللي عمل كل جرائم القتل، وقتها اكيد هو هيقدر يخرجها لان كريم معهوش اي دليل ضدها. وبيحضنها نديم وبتحس انه بالتردد وانها بدات تحن ليه، لكنها بتلاحظ ان معاها مسدس وان ده معناه انه لسه خايف منها. فبتضحك نور وتقول له انها مش هتنفذ اللي قاله، مش هتقول ان عماد هو اللي عمل كل حاجه، لانها عارفه ان كده كده كريم موجود وبيسمعها. وقتها بيأمر كريم القوات تتحرك علشان الهجوم. وبتكمل نور كلامها مع نديم وبتقول له ان عماد بريء من كل حاجه، وان هي اللي خططت لكل حاجه في موت سمير واشرف، اما اوتاكا وعلاء فهم اللي جم برجليهم، وانها بس كانت بتستعين في عماد لانها ما بتعرفش تقتل. وبتساله مش عايز يعرف عماد كان بيقتل ازاي، وبتروح تجيب التمثال اللي عماد بيقتل بيه وبتنزل بيه بكل قوتها على نديم لحد ما بتخلص عليه. وبعدها بتبص له بانتصار، وبتكون اول جريمه قتل فعليا عملتها نور هي قتل نديم. نديم ده اللي دمر حياتها، فانتقمت منه وخدت منه حياته كلها. وبيدخل كريم هنا مع القوات وبيلاقيها جنب الجثه، وبيقبض عليها وبياخدوا كل اجهزتها. وبيتوتر كريم لان تسجيلات ترتيبه القتل علاء موجوده عليه، بالتالي هتثبت عليه التهمه، لكن نور بتطمنه انها مسحتها. بعدها بيطلعوا يجيبوا عماد اللي كان نايم في اوضته، واول ما بيشوف الشرطه ماسكه نور بينهار، بيكون عايز يقرب من
منها وينقذها بأي طريقة، وحتى رجال الشرطة مش بيكونوا عارفين يتعاملوا معاه، فبيضطروا ينزلوا نور علشان تهديه. وفعلا لما بتنزل نور عماد بيدها ويفضل ماسك فيها، وهنا بتطلع نور من جيبها علبة سكر كانت عاملاها بنفسها، وبتكون خلطة السكر بمادة سامة، وبتاخد واحدة وبتدي لعماد واحدة، وبتقرر انها تنهي حياتهم هما الاثنين، لانها بتكون شايفة ان ده ارحم ليهم من الحياة اللي ظلمتهم بشكل الوحوش مش ممكن يعملوه لبعضهم. وبعد فترة بينزل فيديو لنور على الانترنت كانت مجدولها يوم القبض عليها، وبتقول فيه انها مش ليلى وان اسمها الحقيقي نور رياض، نور اللي والدها اختار يعاقبها بشكل قاسي فوق ما حد يتصوره، لكنها برغم العقاب بتشكر والدها وتقول له انه بسبب عقابه هي عاشت حياة سعيدة كانت بتتمناها، وان زوجها راجل محترم بيحبها وبيخاف عليها، وانها ما بقتش بتغلط وبتشكره مرة تانية، وبتقول له يشكر كل جار ليها في منطقة بولاء بالنيابة عنها. وفي النهاية وقبل ما اختم عاوز اقول لكم انه برغم العنف اللي صدر من ابطال القصة، الا اننا كمشاهدين مش هنقدر الا اننا نتعاطف معهم ونغضب منهم ونخاف عليهم، وكمان نشفق على نفسنا لو حصل وبقينا مكانهم لا قدر الله. هم شبهنا كبشر بكل تقلباتنا والخوف اللي ساكن قلوبنا، ممكن نضعف ونبقى نسخة منهم، لانه بوجود مجتمع مسموم زي المجتمع ده الامر مش مستبعد اطلاقا، لان نور او ليلى وعماد في النهاية مش هم اللي خلقوا العنف ده، هم كل اللي عملوه انهم ردوا للمجتمع والعيلة والماضي اللي اصلا هم عايشوهم بيه. المسلسل ده وتحولات شخصياته وكل الجرائم اللي عملوها كان من الممكن تجنبها لو المجتمع اداهم شوية اهتمام وعطف، فلو اهل نور رأفوا بيها، ولو والدة عماد ما اهملتهوش وما حبستهوش، ولو المجتمع ما هجرش عائلة نور لغاية ما ماتت والدتها قهر، فاقل قدر من الرحمة كان ممكن ببساطة يصلح كل اللي حصل. قسوة المجتمع دي هي السبب في صنع شخصيات انتقامية زي ليلى وعماد، الامر اللي بيخلينا نسأل المجتمع ونحسبه ونقول له كل اللي حصل ده كان ليه، كل اللي حصل ده علشان ايه. واخيرا ولان من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكفاية تعملوا لايك وفي التعليقات تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وتشاركوا الفيديو مع اللي بيحب النوع ده من المسلسلات، ولان الاشعارات للأسف مش بتوصل لناس كتير، اتأكدوا من تفعيل الجرس على خيار الكل عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.